أنطونيو فالنسيا بعد مغادرة وين روني للريد بولز تبع الإكوادور يحمل شارة القيادة وذي كورة والعارس نابعسا. الليلة المباراة ليست يعدي مارتشيلو على مستوى نقطة الجزاء وكارث بوير مرة أخرى أبرز فرصة لريال مدريد. ومن لا يعرف زين الدين زيدان 45 عام ما عجز عن تحقيقه جوزي مورينيو مع ريال مدريد حققه زين الدين زيدان الفوز بلقب الليغا ولقب دوري ابطال اوروبا في نفس الموسم احد اكبر اللاعبين في تاريخ تويلا الكره من توني كروس جول راموس 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 المطرقه الملكيه بكره على العارضه وهذا الهجوم المعاكس يخدو بوجبا 3-2 بوجبا على يساره جاستين جارد يخير مخيتاريان لا غريبه من بول بوجبا مخيتاريان على اليمين ترجع لكاسيميرو التسويب قويه من البرازيلي قويه من البرازيلي كاسيميرو في وسط الميدان الدفاعي للملكي ريال مدريد هذه هي الراسيه الرهيبه من كاسيميرو ترتتم بالعارضه وتحرم الريال من هدف الاسبقيه بابرز فرصه على الاطلاق في هذه القمه الناريه. المره السادسه التي يحظى ريال مدريد في كاس السوبر توج ثلاث مرات في المانيا وذا جارث بيل في حواره مع ليندلاف يعدي الوينيزو الحكم الايطالي يتفرج شاد ما شافش حاجه لقب دوري ابطال اوروبا اخر مره توج فيها عامل لقب اوروبا ليج كان اتلتيكو مدريد الاسباني عمل يوفنتوس الايطالي بايرن ميونخ الالماني اكس امستردام الهولندي وتشيلسي الانجليزي يسكو يعدي ويمشي وترجع له يسكو يحاول التصويب كره بعيده دخية ايسكو احد افضل الرجالات طبعا رجال زين الدين زيدان مدريديه بكل تاكيد وهذه كره رائعه جول 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 لا ماذا يقول الحكم جول جول ممتاز هذه الاعاده وفي الاعاده افاده كره من داني كارباخال بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر ربما هنالك شبه تسلل على كاسيميرو اللي بقى ينتظر في حكم الساعه المساعد ديليبراتوري واللي اقر الهدف واسبقيه مدريديه ناريه القلعه المدريديه حسينه بحسنه تاريخيه تفرض الهيبه والتقدير على مانشستر يونايتد في هذه الاوقات البعث للروميلو لوكاكو اندر اريرا 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 كره بعيده لماتيتش كانت في سانتا كلارا في الليفي ستاديوم يوم 23 يوليو الماضي انتهت بالتعادل في الوقت القانوني واحد من ماتيتش ودربيان ومودريتش يدخل منطقه الجزاء وكريم كريم التسويب رائع دخية ممتاز مدرب في تاريخ الليغا احرز نقاط 100 نقطة في موسم 2011-2012 مع ريال مدريد الرابع مدرب في تاريخ الكرة الأوروبية زين زيدان أمامنا 58 مباراة كمدرب للريال 46 انتصار 8 تعادلات 4 خسارات نسبة نجاح تقدر بخمسة لليسار دارميان الإيطالي في الوضعية الهجومية لبول باجما الحكم الإيطالي يراقب الساعة وهذه كرة لوكاكو بالرأس يتفوق على ماكينة الأهداف قطعين والحكم الإيطالي يراقب الساعة كرة باجما تفوق لرافائيل فاران وفي هذه اللحظة يورن الإيطالي جانلوكا روكي على نهاية الشوط الأول حاول المرور بيل في التمهيد لتوني كروس يسدد كروس رائع دخية تسويبة ألمانية نارية وإسبانية رائعة لدافيد دخية توني كروس حلول وسط الميدان يا سلام نذكر أنه كاسيميرو ضرب كرة مخيتاريان لا يمر بمارشيلو خطيرة التسويب والركنية للريال التستراوي مارتشيلو يفتك الكرة لمخيتاريان يسدد ولكن كريس سمالينج في الاستماتة كريم يراوغ لكن سمالينج في التغطية ايسكو ايسكو إيمادي كارث بايل كرة رائعة سلام جول جول
رائعة وممتازة من جانب ريال مدريد ببساطة بالعربي بالانجليزي بكل لغات العالم. الألقاب تتزين بريال مدريد وليس ريال مدريد هو من يتزين بالألقاب. فريق عريق رهيب مجيد زايم وخاصة ملكي الريال فعلا رويال. كرة رائعة كرة افتراضية تفوقت على البلاي ستيشن من جانب الفريق الملكي. إيسكو يا سلام، إيسكو الفنان، إيسكو الرسام، رونالدو بالعناق مع فريق الأحلام. براس جول لا بول بوجبا روميلو لوكاكو يرفض الهدية ومانشستر يونايتد. غريبة وعجيبة، عجيبة وغريبة، رأسية بوجبا تصدي نفس وتصويب للوكاكو خارج الإطار. يحرم مانشستر يونايتد من العودة بسرعة في المباراة. شو ثاني ناري، شو ثاني بشكل ثاني من، لكن اليونايتد عنده الأسرع، عنده الإمكانيات وعنده اللون للقميص. وهذه كرة جول وكانت بايل التصويب والعارضة تتكسر. مارشيلو تسونامي مدريدي روية وهذه كربخان يوسع الكرة لك. يملك الحل على اليسار جارث بايل باليمين والعارضة تقول لا ومليون لا. شنو هذا يا الريال؟ شنو هالأداء الرويال؟ مانشستر من باص راشفورد تميت من يا ماتيتش اللي سدد جول 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 لاس الكل على العراقة والمجد والجماهيرية وألقابك الدولية صاروخية من نيمينيا ماتيتش تصدي كيلر نافاس ولوكاكو يهز الشباك المدريدية ويرجع بالأمان المانشستراوية في لحظات تاريخية. المباراة مشاهدينا الكرام تعرف انطلاقة جديدة. مانشستر يونايتد بالسلاح النووي الأسمراني روميلو لوكاكو.